تعد رأس قائد حركة المقاومة الفلسطينية حماس يحيى السنوار من أهم المطلوبين والأولوية بالنسبة لإسرائيل خلال الفترة الحالية. قد تدفع فيها إسرائيل كل ما تملك من أجل التوصل إليه، وذلك عقب هجمات 7 أكتوبر وما أعقبها من أحداث مضطربة حتى اليوم. لذلك تحاول إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية استخدام كافة الأسلحة والأساليب الحديثة من أجل العثور على مكان السنوار، وهو ما حدث برادار أمريكي جديد. وحول الجهود الإسرائيلية، كشف تحقيق موسع أجرته صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل جديدة حول الجهود الإسرائيلية والأمريكية الحثيثة للقبض على يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. قال التحقيق إن السلطات الإسرائيلية أنشأت وحدة خاصة داخل جهاز الشباك للبحث عن السنوار، بينما كلفت وكالات التجسس الأمريكية باعتراض اتصالاته. كما قدمت الولايات المتحدة راداراً متطوراً قادراً على اختراق الأرض لمساعدة إسرائيل في تعقب قادة حماس. ذكرت الصحيفة أن هذه الجهود المكثفة باءت بالفشل حتى الآن، فقد تخلى السنوار عن وسائل الاتصال الإلكترونية منذ فترة طويلة، واعتمد على شبكة من المراسلين للتواصل مع قيادة الحركة، وهو أسلوب أثبت فاعليته في مواجهة التكنولوجيا المتقدمة للاحتلال. وفي أواخر شهر يناير الماضي، اعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أنهم اقتربوا من هدفهم، فقد داهمت القوات الخاصة الإسرائيلية مجمعاً من الأنفاق جنوب قطاع غزة، معتقدين أن السنوار يختبئ هناك، لكن تبين أنه غادر المكان قبل أيام قليلة، في إشارة إلى قدرة قيادة المقاومة على التحرك السريع والمناورة. قالت الصحيفة إن السنوار كان ينتقل بين شبكات الأنفاق تحت مدن غزة متجنباً الاتصالات الإلكترونية، معتمداً على أساليب بدائية للتواصل. هذا النهج أثبت فاعليته في مواجهة التقنيات المتطورة التي تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة. رأت الصحيفة الأمريكية أن قتل أو أسر السنوار قد يكون له تأثير كبير على مسار الحرب، فقد يمنح ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة لادعاء تحقيق نصر عسكري كبير، مما قد يجعله أكثر استعداداً لإنهاء العمليات العسكرية في غزة. ومع ذلك فإن استمرار السنوار حراً طليقاً يحرم إسرائيل من هذه الفرصة ويعزز صمود المقاومة. أكد التقرير على قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود والتكيف في ظل ظروف بالغة الصعوبة، فرغم الإمكانات الهائلة التي سخرتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا تزال قيادة حماس وعلى رأسها يحيى السنوار قادرة على المناورة والاستمرار في قيادة المقاومة. هذا الصمود يشكل تحدياً كبيراً للاحتلال، يؤكد على عجزه في تحقيق أهدافه المعلنة في القضاء على المقاومة الفلسطينية. ووصفت الصحيفة السنوار بأنه مثل الشبح بعدما تجنب الظهور في الأماكن العامة، ونادراً ما كان يصدر رسائل لأتباعه. ذكرت الصحيفة أنه خلال الأسابيع الأولى من الحرب اعتقد مسؤولون استخباراتيون وعسكريون إسرائيليون أن السنوار كان يعيش داخل شبكة من الأنفاق في مدينة غزة، وفي غارة على نفق في مدينة غزة عثر جنود إسرائيليون على مقطع
فيديو التقط في أكتوبر تشرين الأول الماضي للسنوار وهو ينقل أفراد أسرته داخل الأنفاق. كما تعتقد إسرائيل أن السنوار احتفظ بعائلته معه لمدة 6 أشهر على الأقل خلال الحرب، إلا أنه في أواخر ديسمبر كانون الأول عندما بدأت الوحدات العسكرية بحفر الأنفاق في إحدى مناطق مدينة غزة، تفاخر وزير الدفاع يوآف غالانت أمام الصحفيين بأن السنوار يسمع جرافات جيش الدفاع الإسرائيلي فوقه وسوف يواجه براميل بنادقنا قريبا على حد وصفه، إلا أن هذا الأمر لم يحدث. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى الصحيفة إن السنوار انتقل إلى خان يونس جنوب قطاع غزة ومن ثم ينتقل إلى مدينة رفح عبر نفق. كما ذكرت الصحيفة أنه في 31 من يناير كانون الثاني نفذت قوات كوماندوس إسرائيلية غارة على مجمع أنفاق في خان يونس بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأنه مختبئ هناك، إلا أنه تبين مغادرته المكان قبل أيام. وقبل أيام قال قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي دان جولدفوس في تصريحات للقناة 12 إن القوات الإسرائيلية كانت على بعد دقائق من اعتقاله، حيث قال: كنا قريبين، كنا في مجمعه، وصلنا إلى مجمع تحت الأرض، وجدنا الكثير من المال هنا، كانت القهوة لا تزال ساخنة والأسلحة مبعثرة في كل مكان. فيما قالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية إن السنوار خرج عدة مرات من الأنفاق، حيث إنه يختبئ بين الفلسطينيين في قطاع غزة متنكرا بزي امرأة. وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إسرائيل تعتقد أن القبض على السنوار أو قتله سيؤدي إلى نهاية التسلسل الهرمي لحماس وحلها، حيث إن السنوار قلق للغاية بشأن سلامته، لدرجة أنه أضاف في الأسبوع الماضي شروطاً لمحادثات وقف إطلاق النار في القاهرة لحماية نفسه. كما رأت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن السنوار وضع شرطاً لحماية نفسه بعدم الاستهداف عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة. قالت الصحيفة نقلاً عن مسؤول إن السنوار يسلم رسائل موجزة لا لبس فيها، ويدرك أنها ستمر عبر كثير من الأيادي الفلسطينية والأمريكية والمصرية لتصل بنهاية المطاف إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين. أما فيما يخص عدم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بغزة، فقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز إن المحادثات التي جرت في القاهرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تفلح في تحقيق تقدم. أوضح المصدران أن إسرائيل وحماس لم توافق على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، مما يزيد الشكوك إزاء فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر. وحول أسباب فشل المفاوضات، فهناك العديد من العوائق، على رأسها محور فلاديلفيا ومحور ناتساريم وعدد المعتقلين والأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، إلى جانب فحص الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة. كما ذكرت مصادر إلى العربية السعودية أن حركة حماس طالبت بضمانات وتعهدات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه وعدم الإخلال به، وتعهدت حماس بأنه في حال تم التوصل لاتفاق ستحصر أعداد المحتجزين الإسرائيليين بشكل كامل، سواء الأحياء أو الأموات، وتقدم قائمة متكاملة للوسطاء، لكنها طالبت
بمزيد من الوقت. وأوضحت الحركة أن القصف الإسرائيلي عطل عملية حصر المحتجزين سابقاً، فيما طالب الوسطاء بتسليم قائمة تضم معلومات وافية عن المحتجزين المتبقين في غزة. وطلبت القاهرة من الجانب الأمريكي أن تقدم إسرائيل ضمانات مكتوبة لتنفيذ بنود ما يتم الاتفاق عليه. وذكرت العربية أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يتحفظ على بند وقف اغتيالات قادة الفصائل الفلسطينية، وأضافت أن إسرائيل وافقت بشكل مبدئي على تخفيف القيود عند عودة سكان شمال غزة إلى منازلهم.